العالم الحسين بن سينا الجزء الثاني. استعان والد الحسين بن سينا بالعالم الشهير في ذلك الوقت أبي عبد الله النائلي ليساعد ابنه في تحصيل المزيد من العلم، وكما كانت فرحة ابن سينا بمعلمه الجديد كان المعلم أيضا سعيدا بتلميذه. سمعت عنك كثيرا يا حسين قبل أن آتي. أتمنى أن تكون سمعت خيرا. كل الخير، أنت فتى نابه وكثيرون يشيدون بذكائك ومعرفتك والأهم بحبك للعلم. أتعرف يا سيدي، لولا أن النوم أمر لا مفر منه لقضيت كل وقتي في القراءة والملاحظة والتدوين والتجريب. أمر رائع، طاقة وحماس أحب أن يتصف بهما تلميذي، وثقة ومدح سعيد بأنهما صدر من معلمي. وتمتلك بلاغة وفصاحة أيضا. حسنا، هيا بنا لنبدأ. أرني أولا ما تحمله من الكتب حتى أحدد من أين نبدأ. تفضل. يبدو أن الأمر لم يكن كما تخيلت. خيرا، ألا تعجبك الكتب التي أقرأ فيها والعلم الذي أحصله؟ بل لقد فاق تحصيلك للعلم توقعاتي. أنت متقدم في الكثير من العلوم، في الفقه والفلسفة والحساب والأدب، بل إنك تدرس الطب أيضا. حسنا يا ابن سينا، يبدو أن صحبتنا كمعلم وتلميذ ستكون من أفضل الأمور في حياتي. وهكذا بدأت رحلة ابن سينا مع أستاذه الجديد أبي عبد الله النائلي، رحلة كان المعلم فيها يزداد انبهارا يوما بعد يوم بتلميذه. عذرا، تأخرت عليك يا ابن سينا. لا تعتذر يا معلمي، ولا تقلق علي، فوقتي لا يضيع. ما كل هذه الكتب؟ هذا بعض ما انتهيت من دراسته على يدك، والبعض الآخر أدرسه جيدا لأكون مستعدا لمناقشتك. حسنا، هل تريد أن تعرض علي شيئا قبل أن نبدأ درس اليوم؟ وما الذي جعلك تفكر في أنني أريد أن أعرض عليك شيئا؟ لأنني أراك تكتب بتركيز شديد، ولذا أتوقع أنك تجهز موضوعا ما لمناقشتي فيه. أصبت يا معلمي، بالفعل لقد كنت أكتب بعض التحليلات لمسائل في علم المنطق، وأحببت أن أعرضها عليك لتناقشني فيها وترى ما إذا كنت مصيبا فيما توصلت إليه من نتائج. أرني إذن. رائع، أصبت. ما هذا؟ غير معقول، أمرك غريب يا ابن سينا. إن كنت تراني مخطئا في أمر ما فأخبرني بما تراه صوابا يا معلمي، أو ناقشني فيه لأثبت وجهة نظري. لن أناقشك يا ابن سينا، فأنت تمتلك من الفصاحة والبلاغة ما تستطيع به إثبات وجهة نظرك وشرح أكثر المسائل تعقيدا في علم صعب ومعقد كعلم المنطق. سأبوح لك بسر يا بني. قل يا معلمي. تعال لنتمشى قليلا وسأخبرك ونحن نسير. لم نتكلم أمس والآن أنت صامت منذ خرجنا يا سيدي. أفكر يا ابن سينا، أفكر. فيما تفكر يا سيدي؟ أفكر فيما قرأته ليلة البارحة، تلك النتائج التي توصلت إليها. وهل تحتاج إلى كل هذا التفكير؟ نعم، فهي نتائج ستؤدي لنتيجة مهمة. هل هذا هو السر الذي تود إخباري به؟ لا، السر الذي سأخبرك به
هو أنك استطعت فهم أمور لم أكن أنا نفسي أفهمها. حقا؟ نعم، كنت أفهم الإجابات العامة لبعض المسائل في علم المنطق، أما أنت فقد شرحت وفصلت وفهمت كل صغيرة وكبيرة في كل مسألة، ولذا يجب أن أعترف أنك تفوقت علي. عفوا يا سيدي، لا تقل هذا، فلولا أنك بدأت تشرح لي الأمر ما كنت انشغلت بالبحث. ولكن أليس أمرا غريبا أن تطلب مني أن نخرج لتخبرني بمثل هذا الأمر؟ معلمي، أشعر أنك تخفي شيئا ما عني. كنت متأكدا من أن الأمر لن يمر دون أن تلمحه. إنها النتيجة التي أخبرتني أنها ترتبت على ما قرأته من ملاحظاتي، أليس كذلك؟ بلى، وأظن أنك قد فهمت. سترحل إذن يا سيدي؟ أتعتقد أنني اكتفيت من العلم؟ بل لم يعد لدي أنا ما أضيفه إليك، أنت من أضاف إلي وإلى معرفتي يا ابن سينا، وأنا على يقين أنك لن تكتفي من العلم ما دمت حيا. يا ابن سينا، إياك أن تنشغل بغير العلم، إياك، إنك فتى أرجو من الله أن يجعل لك شأنا كبيرا، ربما أكثر مما نتصور ونتمنى. فخور بشهادتك في حقي يا أبا عبد الله، يا معلمي. وداعا يا ابن سينا، سأنطلق إلى كوركنج، وأتمنى أن يطيل الله في عمري حتى أرى ما تنبأت به لك يتحقق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رحلة موفقة. شكرا يا معلمي، أتمنى أن أكون عند حسن ظنك. رحل أبو عبد الله النائلي بعد أن تأكد من أن ابن سينا قد انتقل إلى مرحلة جديدة في طلب العلم، مرحلة سيصبح فيها عالما متميزا بحق رغم صغر سنه. وسرعان ما أثبت ابن سينا أنه جدير بنبوءة معلمه، ففي وقت قصير ورغم صغر سنه كان اسم ابن سينا قد لمع كطبيب. كان يعالج الجميع حتى الفقراء الذين لا يجدون ثمن العلاج، فلم يكن ابن سينا يهتم بما سيأخذه مقابل علاج المرضى، بل وربما أخذ شيئا من مريض قادر وتصدق به على مريض عاجز. وأصبح ابن سينا من أشهر الأطباء في بخارى، ولكنه لم يكن الطبيب الوحيد. كبير الأطباء على الباب أيها الأمير. فليدخل حالا. مولاي الأمير منصور بن نوح، ولي العهد وابن سلطاننا نوح الساماني. خيرا يا مولاي. أغلق الباب أيها الحاجب. أمر مولاي. السلطان يا كبير الأطباء. خيرا، ماذا به؟ إنه يعاني آلاماً مبرحة منذ أمس. تأتيه هذه الحالة من وقت لآخر، وقد وصفت له من قبل بعض الأعشاب الطبيعية لتزيل عنه الألم. لم تفلح أعشابك هذه المرة، والألم يزداد لحظة بعد لحظة. أمر غريب، ربما يحتاج إلى زيادة الجرعة يا مولاي. بل إنه مريض ويحتاج علاجا فوريا. لا أريد لهذا الأمر أن يخرج خارج جدران هذا القصر. لو علم أحد أن السلطان مريض ربما حدثت أمور لا قبل لنا بها الآن. سنتجه حالا إلى غرفة السلطان وسنرى ما يمكننا فعله. لا تقلق يا مولاي، أنت تتحدث مع أمهر أطباء بخارى. أروني مهارتكم إذن. تفضلي، هذه بعض الحبوب من أنواع مختلفة، ستطحنينها معا
وتتناولين ملعقة واحدة منها بمجرد استيقاظك من النوم، وملعقة أخرى بعد تناول الغداء، ولا تجهدي نفسك بالسير كثيرا. ها؟ ولكنني أعمل في جمع الحطب يا ولدي، ولا زوج لي أو ابنا كي يساعدني على تحمل نفقات الحياة. ولماذا تريدين العمل يا أمي؟ كي أحصل على المال اللازم لشراء هذا الدواء منك، والمال اللازم لشراء طعام أتناول الدواء بعده، والمال اللازم لدفع الأجرة اليومية للغرفة التي أنام فيها. لن تحتاجي أياً من هذا. ستقيمين في هذا المشفى، وستتناولين إفطارك وغداءك وعشاءك مجاناً. فهذا جزء من العلاج. أما عن الدواء فهو هدية مني لك. ماذا؟ ولكن هذا كثير يا ولدي. أبداً يا أمي، هذا حقك. حقي؟ نعم، فطالما منحني الله القدرة على تخفيف الألم عن الناس فلن يمنعني شيء عن فعل ذلك. أي شيء؟ بارك الله فيك يا ولدي وزادك من علمه. السلام عليكم يا ابن سينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالطبيب اللامع. لقد بدأ اسمك أنت الآخر في اللمعان يا ابن سينا. أشكرك. أتدري يا ابن سينا، يؤسفني إصرارك على العمل هنا وسط عامة الشعب. ماذا تعني؟ مكانك ليس هنا، مكانك في قصر السلطان مع الأطباء المهرة. أنا لا أهتم بهذا الأمر، يكفيني أن أرى الألم يزول عمن يعانيه ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج. سعيد بمساعدتهم على الشفاء بفضل توفيق الله ثم بفضل جهدي. كما تشاء، لا وقت لدي للنقاش معك. إلى أين تذهب؟ هناك أمور لا تحتمل التأخير، ولولا صداقتنا لما جئتك اليوم. الأمر خطر. فهمت. تفضل يا سيدتي بعض المال، قد تحتاجين إليه عندما ينتهي علاجك وتعودين إلى منزلك، فلا بد من بعض الراحة بعد انتهاء العلاج. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. كان ابن سينا يعرف أن مهنة الطب ليست كأي مهنة، ولذا فقد اشتهر فيها كما لم يشتهر أحد في زمنه، وكان المستقبل أمامه باهراً.